أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة برنامج الدحيح. شكرا، نبدأ الحلقة. ماشي، في أحداث كده في حياتك ما تقدرش تنساها، تقعد تبص كده اللي بتحكي له بسحوكة وتقول له أنا فاكره زي ما يكون امبارح. فاكره، تقعد تحكي كل حاجة بالتفصيل الممل، توصف أحاسيسك، الناس كانت لابسة إيه، كانت عاملة إزاي، كانوا بيبصوا لك إزاي، كانوا بيفكروا في إيه، بتوصل لكده يعني، وكل حاجة واضحة قدامك وبتقدر تسترجعها. ده نوع من انواع الذكريات اسمه فلاش بالب ميموريز. دي عاده بتبقى احداث مهمه جدا في حياتك، حد مات لك من قريب، مشكله حصلت لك في شغلك، احيانا بتكون حاجات وطنيه، دوافع كده وطنيه زي مثلا جمعه الغضب ولا يوم التنحي، بتفتكر الحاجات دي بشكل واضح، كان ايه اللي بيحصل قدامك، كان مين موجود، الحاجات دي بتفتكرها. دي ذاكره بتبقى ممزوجه بالعاطفه تخليك تقدر توصف المشهد كانه بيحصل قدامك وتوصفه بادق التفاصيل. الغلط، خلينا متفقين ان انت كبني ادم بيبقى عندك ثقه غير عاديه في نفسك وفي قدراتك. انا صراحه نفسي اهد هذه الثقه ويعني ارميها بالشبشب، فلو سمحت خليني احكي هذه التجربه عسى ان هذه الثقه تتميل تتلم شويه. القرن ال21 بدا باحد اهم الاحداث في تاريخ البشريه، 11 سبتمبر. ما اظنش ان في حد ما يعرفهاش. لو انت مواطن امريكي فده غالبا اهم حدث سياسي حصل في تاريخ حياتك، فكانك كنت المعلم بتاع الحاره وجه عيل صغير لسعك حته قفه. انت بتتكلم في اقوى اقتصاد في العالم، اقوى قوه عسكريه، اقوى مؤسسات علميه، لو في حد المفروض بياخد بالقفه مش المفروض ان هو بيبقى انت، انت اللي بتدي بس مش ما بتاخدش انت بالقفه. فان انت تاخد بالقفه دي يعني كانت مفاجاه بالنسبه لك كبيره جدا، وانت يا ريتك خدت بالقفه، ده انت يعني فشخت. 4 طيارات يخبطوا احد اهم واكبر المنشات في البلد، 3000 واحد يموت، البورصه الامريكيه تسجل اكبر خساره ليها في يوم واحد 14%، خسائر اقتصاديه تقدر ب 123 مليار دولار حسب موقع سي ان ان، تكلفه الابراج والمباني اللي كانت تحت الابراج دي توصل لها 60 مليار دولار، ده يوم ما كانش عادي لاي شخص في العالم، تشوف الابراج كده والناس بتنط، ما بالك مواطن امريكي، ما بالك واحد من اللي مات له واحد من 3000 شخص اللي كانوا ماتوا. الحدث ده لوحده تكفل باحد ابشع الجرائم في تاريخ البشريه، حرب افغانستان، حرب العراق اللي طبعا كانت تحت اسم الحرب على الارهاب اللي تكلفت تريليونات الدولارات وقتلت الالاف، واتعمل طبعا معسكرات زي جوانتانامو والتعذيب، كل ده اتولد عشان الحادثه دي. فلك ان تتخيل دي حادثه قد ايه مهمه. المهم اللي عايز اقوله ان هذه الحادثه تعتبر بالنسبه لك مهمه جدا جدا لو انت مواطن امريكي، يعني هو طبعا انت مهمه بالنسبه لك لو انت مواطن عادي لان انت بهدلت بعدها، بس يعني بالنسبه لك كمواطن امريكي دي طبعا مهمه جدا لان هي اثرت فيك دلوقتي وهتاثر فيك بعد كده. ماشي، الحلقه اللي فاتت برضو انا اتكلمت ان العلماء ازاي بيبقوا يعني دماغهم مش كو لطيفه وما بيهتموش بمشاعر الناس وممكن يعملوا تجارب يعني في اوقات مش مناسبه. هو ده اللي حصل يوم الواقع، في ظل هذا الحدث والناس اللي كانت بتموت وعربيات الاسعاف والتلفزيون عمال الناس عماله بتعيط ومش عارف ايه، مجموعه من العلماء عملوا اتفاقات وهينزلوا الشارع يا معلم، حاجه اسمها مانهاتن ميموري بروجكت. وفي خلال 3 ايام كان في اكتر من 3000 شخص تم مقابلتهم وتسجل معاه عشان يعرفوا منه ايه اللي حصل وقتها، يعني ايه اللي حصل لك وقت الحادثه، كنت بتتفرج على ايه، كان معاك مين، كان عرفت الخبر ازاي. المهم الباحثين خلصوا المقابلات بتاعتهم في خلال 3 ايام ورجعوا معاملهم، وبعد سنه رجعوا لنفس ال 3000 شخص عشان يسالوهم نفس الاسئله اللي اتسالت وقت الحادث، وبالتالي بقى عندنا نفس اجابات الشخص يوم 11 سبتمبر وبعدها بسنه، ونقارن بقى. والمفاجاه 40% من الكلام اللي الشخص قاله ليله الحادثه كان مختلف عن اللي حصل بعدها بسنه. احنا مش هنقول الراجل لسه لان احنا ما نعرفش، ما كناش معاه وقت الحادث، بس الكلام 40% منه مختلف، 40% اتغير، 40% راح. دي حادثه مهمه، ودي حادثه المفروض ان انت يعني بتراجع عليها تقريبا كل كام يوم، سنه واحده، ومش خلتك بقى تنسى كان لابس تيشيرت ايه ولا يعني كان بياكل ايه وقتها، لا ده كان مع مين وعرف الخبر ازاي. المفروض حاجات واضحه وصريحه، ده جزء اساسي من الذاكره. ده مش بس كده، بعد الحادثه بثلاث سنين 50% من الكلام اختلف. لو انا كنت قاعد بتفرج على الحدث من تلفزيون الصاله وكان معايا ابني وبنتي يوميها، وترجع تكتشف ان الكلام ده حصل يوم الثلاث الصبح اللي هو يعني الاولاد كانوا في المدرسه وغالبا الاستاذ كان في الشغل. خليني اقول لك ان دي كارثه سوداء، 50% كتير، 50% يعني انت ساقط، وساقط في ان انت تفتكر احد اهم الاحداث في تاريخ وطنك. نص كلامك اللي كنت بتقوله اللي حصل يوم الحادثه مختلف بعد 3 سنين. المصيبه ان دي ذاكره غير طبيعيه، يعني في عاطفه كتير في الذاكره دي، ما بالك لو كان ذاكره عاديه. المهم اللي انا قلته لك دي كارثه، لسه بقى في كارثه ثانيه. في احد الجامعات الثانيه بعد ما الطياره الثانيه خبطت في البرج الثاني كان في دكتوره قاعده بتكتب الاسئله اللي هتسالها بكره على الناس اللي هتعمل عليهم التجارب. تقريبا هتعمل نفس التجربه اللي الجماعه بتوع نيويورك عملوها بس على 54 طالب من جامعتها، جامعه ديوك. بس المره دي مش بس هتسال ايه اللي حصل يوم 11 سبتمبر، هتسال ايه اللي حصل اليوم اللي قبليها. هي عايزه تقارن الذاكره العاديه بالذاكره المهمه.
قبل ما اقولك عليا النتائج خليني بس ابدا في ان انا اتكلم شويه عن جامعه ديوك. اولا دي من احسن 10 جامعات على مستوى امريكا، مركزها الرابع بحثيا على مستوى العالم. دي جامعه تقريبا بتصرف اكتر من مليار دولار على البحث العلمي سنويا. انت عارف ام الدنيا ممكن تكون بتصرف كام؟ عندك اي خلفيه؟ يعني اضرب رقم، رقم لا يتعدى النص مليار دولار، اللي هي 50% من ميزانيه جامعه واحده في امريكا. انت متخيل جامعه ما تتعداش 20,000 شخص بتصرف ضعف اللي بلد فيها 90 مليون شخص يصرفوه على البحث العلمي. المهم هنحط السف دلوقتي على جنب ونكمل كلام على الجامعه دي. من احد افضل الجامعات في العالم ومش اي حد بيتقبل فيها. نسبه القبول ما تتعداش 10%. كليه الطب عندهم ما بتبقاش غير 4% بس من الناس اللي بتقدم. دي نسبه قبول اقل من نسبه قبول بتاع كامبريدج. فطبيعي نقدر نستنتج ان الطلاب اللي موجودين فيها مش بياكلوا الكتب، ده ممكن ياكلوك انت شخصيا. فانا يعني مش بتكلم عن معهد تعليم خياطه. المهم الدكتوره نزلت للعيال الحريته دي وسالتهم نفس الاسئله ونفس النتائج يا معلم. ارجع افتكر ان التجربه دي مختلفه في ان هي بتجيب 11 سبتمبر ويوم قبلها عشان تقارن ما بين الذكريات. المهم النتائج كالاتي: الذاكرتين كل ما بيمر عليهم وقت بيبتدوا ينزلوا، بتلاحظ حتى في الجراف بتلاقيهم نازلين كده مع بعض، لطاف جدا. الكارثه السوداء بقى في الكيرف اللي جنبي ده. ده نصيبه. ده بيوصف ايه؟ ماشي خلينا نلخص لك التجربه تاني. هم راحوا للطلاب وقالوا لهم ايه اللي حصل يوم 11 سبتمبر وايه اللي حصل في اليوم اللي قبلها، وبعدين بعدها مثلا بكام اسبوع ولا حاجه، بعدها باسبوعين رجعوا سالوا الطلاب نفسهم ايه اللي حصل، نفس الاسئله، وكان المفروض بيقارنوا بعد كده. كانوا بعد ما يخلصوا الاسئله بيسالوا الناس انت واثق في الذكرى دي قد ايه؟ فالناس اللي مثلا كانت تقول لك اليوم اللي هو قبل يوم 11 سبتمبر كانت يقول لك والله مش فاكر، كل ما كان يعدي وقت اكتر يقول لك مش فاكر. طبيعي بيبقى عارف ان هو ممكن يكون نسى لانه مر على الحكايه وقت طويل. لكن يوم 11 سبتمبر كل ما كان الوقت بيعدي اكتر كل ما الناس ثقتها بتعلى، فبتلاقي الكيرف عامل كده، حاجه غريبه جدا يعني. فانت مش بس بتقول حاجات غلط، انت كمان مقتنع ان انت صح. المهم الملخص: التجربه دي تجعلك تشك في حاجات كبيره جدا جدا. ذاكره يوم من اهم ايام حياتك بيروح منه 40% او بيتغير منه 40% بعد الحادثه بسنه واحده بس. نصها بتبقى ذاكره مختلفه بعد الحادثه بثلاث سنين، مش 20 مش 40 مش 100 مش 1000 سنه، لا ثلاث سنين بس وانت بتقول قصه مش موجوده في اللي انت كنت بتقوله قبل كده. ده شيء مرعب لان الاشخاص اللي حواليك ممكن يكونوا بيقولوا كلام وهم صادقين وانت عارف ان هم صادقين، بس عندهم ازمه في الذاكره لان دايما عندهم ثقه في نفسهم زياده. ودي ممكن تكون مشكله بتأزم المحاكم لان الشاهد ممكن ما يكونش عنده اي دافع يخليه يكذب بس بيقول كلام غلط. ومهما كانت الذاكره قويه زي ادح دحيحه في العالم برضه ممكن تتغير. معيار الصدق او الذاكره القويه ما هوش كفايه الا لو انت كنت فاكر ان في 3000 واحد كذبوا في التجربه او ان ال 54 واحد من احسن جامعه في العالم ذاكرتهم ضعيفه. للاسف ذاكرتنا ما هياش كاميرات بتصور، ما هياش بتلقط كل حاجه، ما هياش بتاخد بالها من كل حاجه. مخنا بس في الاخر بيرجع يكون هيكل، يرجع يفتكر الهيكل ده ويبتدي يحط حاجات من عنده ويقنعك ان الكوكتيل بتاعه ده هو اللي انت شفته. الناس ما كانتش بتقول معلومات ناقصه، ما كانتش بتقول انا نسيت، الناس كانت اوريدي بتركب، كانت بتزرع حاجات مش موجوده. لو سمحت خد بالك ارجوك. ولينا تكمله في موضوع الذاكره لسه ما خلصش. لو انت شفت الفيديو على الفيسبوك ما تنساش تعمل لايك للبيج، ويعني لو شفته على اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان نشوف الحلقات الجايه. يعني بس كده لان في حلقه ثانيه لسه عن الذاكره. بس شكرا.